السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله عندنا الدرس السادس من كتاب النجاح في الرياضيات المستوى الخامس. عنوان الدرس المثلثات للتريونجل، إنشاء وتصنيف. Construction et classification. Construction إنشاء. Classification تصنيف. فهاد الحصة هذه إن شاء الله غادي نديرو الصفحة رقم 38. أكتشف. أولا ألف، أتتبع شريط الإنشاء التالي لرسم مثلث A B C بحيث A B تساوي 4 سنتيمتر، يعني قياس ضلع A B هو 4 سنتيمتر. A C تساوي 3 سنتيمتر، يعني قياس ضلع A C هو 3 سنتيمتر. و B C تساوي 2 سنتيمتر، يعني قياس ضلع B C هو 2 سنتيمتر أو سنتيمتران. إذا الشريط هو هذا اللي غادي نتبعو باش يعني غادي نتبعو، يعني غادي نشوفو هاد المراحل هادو ونديرو بحالها باش نصوبو هاد المثلث هذا. أول شيء عندنا هنايا واحد، كنرسم واحد القطعة أبي اللي هذاك هو الضلع، قطعة أبي يعني الطول ديالها 4 سنتيمتر كيف ما عندنا هنايا 4 سنتيمتر. إذا هنايا عندي النقطة أ، يعني غادي ندير النقطة بي نحسب 4 سنتيمتر. غادي نحتاج هنا إلى المسطرة، إذا غادي نحتاجو المسطرة ونشوف 4 سنتيمتر فين غادي تجينا. إذا غادي تجيني هنايا 4 سنتيمتر، هذه هي النقطة بي، وغادي نربط ما بين النقطة أ والنقطة بي، يعني غادي ندير الخط فيه 4 ديال سنتيمتر. إذا هذه أ وهذه بي، هذه المرحلة الأولى درناها. ندوز دابا للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي أننا غادي نديرو النقطة سي، يعني أنني غادي نحل واحد، يعني غادي ناخد البيكار، غادي ناخدو البيكار بحال هكدايا، وغادي ندير المرحلة الثانية، غادي نحل البيكار على 3 ديال السنتيمترات، لأن عندي من أ حتى لسي كاين 3 ديال السنتيمترات، يعني من هنايا لـ أ لسي كاين 3 سنتيمترات. إذا غادي نمشي من صفر، غادي نحل البيكار على 3 ديال السنتيمترات حتى هنايا، إذا 3 ديال السنتيمتر حتى هنا 3 ديال السنتيمتر. وغادي نمشي ندير واحد القوس ابتداء من النقطة أ، يعني غادي ندير الشوكة ديال البيكار في النقطة أ، وغادي ندير واحد القوس هنا. الآن دابا من النقطة بي غادي ندوزو دابا المرحلة الثالثة، من النقطة بي حتى النقطة سي عندي سنتيمتران، يعني غادي نحل البيكار على 2 سنتيمتر، يعني بحال هكدا، يعني 2 سنتيمتر من الصفر حتى الاثنان. وغادي ندير هنايا الشوكة ديال البيكار في النقطة بي، وغادي نعاود نحل واحد القوس بحال هكدايا، ندير واحد القوس، هاديك القوسان كيتلاقاو ليا في هاديك النقطة، هاديك هي النقطة سي، يعني هادي هي النقطة سي، هي بعيدة على النقطة أ بثلاث سنتيمترات وبعيدة على النقطة بي بسنتيمترين، إذا هادي هي النقطة سي، هي هادي. دابا غادي نربط ما بين النقطة أ و سي، ثم ما بين النقطة بي و سي باش نحصلو على المثلث أ بي سي، إذا هذا هو المثلث اللي غادي نحصلو عليه. مثلث A B C. الآن ندوزو الباء، هل من الممكن إنشاء مثلث قياسات أضلاعه 6 سنتيمتر و 4 سنتيمتر و 11 سنتيمتر؟ واش يمكن نصوب واحد المثلث للقياسات ديال الأضلاع ديالو 6 سنتيمتر في الضلع الأول، الضلع الثاني 4 سنتيمتر، الضلع الثالث 11 سنتيمتر؟ بطبيعة الحال لا، ولكن علاش لا؟ لان فاش كنجمع مثلا، لان باش الشروط باش ننشئ واحد المثلث خص المجموع ديال الطولي ديال اي ضلعين خصو يكون اكبر من طول الضلع الثالث. فهاد الحاله هذه ما كيتحقق ليش هاد الشرط هذا، لان الا درت 6 زائد 4، عندي 6 زائد 4 هي ماشي كبر من 11 ولكن راها صغر من 11، لان 6 زائد 4 راها صغر من 11. خصني فاش نجمع اي قياس ديال الطولين ديال شي ضلعين خصني نلقاه كبر من الضلع الثالث، وهذا الشرط ما كيتحقق ليش، لان ماشي كبر، خصها تكون هنا اكبر من. مثلا غادي نمشيو لهذا المثلث هذا ونجمعوا اي ضلعين كنلقاوه كبر من الضلع الثالث. 4 زائد 3 مثلا شحال كتعطينا؟ 7، راها كبر من 2.
الا جمعت 2 زائد 3 مثلا 5، 5 راه اكبر من 4، اذا غادي نديروهم هنايا مثلا 2 زائد 3، الا جمعت ضلعين كنلقاه كبر من الضلع الثالث، 2 زائد 3 كبر من 4، هذا بالنسبه لهذا. الا جمعت مثلا 3 زائد 4 خصني نلقاها كبر من طول الضلع الثالث اللي هو 2، 3 زائد 4 كبر من 2. كذلك مثلا الا جمعنا 2 زائد 4 شحال هي؟ هي 6. 2 زائد 4 خصها تكون كبر من طول الضلع الثالث اللي هو 3، 2 زائد 4 خصها تكون كبر من 3، 2 زائد 4 راه 6 كبر من 3. يعني هنايا هاد ممكن اننا نصوبوا هاد المثلث هذا، ولكن في هاد الحاله هادي لا، لان الا جمعت 6 زائد 4 كتعطيني 10، 10 ماشي كبر من 11، 10 صغر من 11. وحتى ممكن اننا نديروا في هاد ندير واحد الرسم ديالها وديالو، غادي نلاحظوا بان راه ما يمكنش نصاوبوا هذاك، ما يمكنش نصاوبوا هذاك المثلث. مثلا غادي ندير انايا من صفر، غادي ندير الضلع الاول اللي هو 11 سنتيمتر، يعني 11 جايني هنايا شويه ما بيناش مزيان، ولكن غادي نحاولوا نبينوها. اذا عندي من صفر هنايا الى 11، ها من هنا هذا ضلع مثلا، هذا ضلع، الضلع الاخر شحال خصو يكون فيه؟ خصو يكون فيه 6 سنتيمتر. غادي نجي نحل البيكار، اذا هنايا غير باش نثبت لكم بانها راه ما تمكنش، غادي نحل البيكار على 6 ديال سنتيمتر، غادي نحل البيكار على 6 ديال سنتيمتر قد هكذايا، وغادي ندير هنايا واحد القوس كيف ما درنا في هذيك المرحله الاولى، غادي ندير واحد القوس بحال هكا. الضلع الاخر شحال قلنا فيه؟ 4 ديال سنتيمتر، غادي نجي نحل البيركار على 4 ديال سنتيمتر بحال هكذا، اذا هذه 4 ديال سنتيمتر. غادي نجي من يعني هنايا في هذه النقطه هذه وندير واحد القوس كذلك. شنو كنلاحظوا؟ بان هاد القوسين هادو ما غاديش يتلاقاو ليا، ما عمرهم غادي يتلاقاو لي هاد القوسين، هذا اللي غادي ندير مع هذا اللي كان عندي هنايا، يعني غادي نزيد نطول حتى الاخر، غادي نزيد نطول ونحل البيكار ونزيد نطولو، ما عمرهم غادي يتلاقاو ليا. يعني ماشي بحال في المثلث الاول تلاقاو لينا وقدرنا باش نصاوبو هذيك النقطه الثالثه باش نربطوهم ونصاوبو المثلث، هنا ما عمرهم غادي يتلاقاو ليا دوك القوسين. اذا الجواب اللي غادي نديرو، هل من الممكن انشاء مثلث قياسه اضلاعه 6 سنتيمتر و4 سنتيمتر و11 سنتيمتر؟ اذا غادي نديرو لا، اذا لماذا؟ لان مجموع لا يمكن انشاء هذا المثلث، او نديرو لا يمكن انشاء هذا المثلث لان مجموع طولي اي ضلعين، يعني كيف ما خدينا ضلعين من هاد الاضلاع ديالو، في لان مجموع طولي اي ضلعين من اضلاعه يجب ان يكون اكبر من طول الضلع الثالث. اذا هذا هو التبرير علاش ما يمكنليناش نصاوبوا هاد المثلث هذا اللي عطاونا هاد القياسات ديال الاضلاع ديالو، ما يمكنليناش نصاوبوه لان مجموع طولي اي ضلعين من اضلاعه يجب ان يكون اكبر من طول الضلع الثالث. حنا ما كيتحققناش هاد الشرط كيف ما قلنا، لقينا مجموع ضلعين اصغر من طول الضلع الثالث، لان لقينا 6 زائد 4 اصغر من 11. باش نصاوبوا هاد المثلث هذا خص يكون هنايا هاد الشرط هذا كيتحقق ليا، يجب ان يكون اي طولي اي ضلعين من اضلاعه يجب ان يكون اكبر من طول الضلع الثالث. ندوزو للسؤال الموالي. اتتبع شريط الانشاء اسفله لرسم مثلث ا بي سي، بحيث هنا ما عطيناش قياسات ديال الاضلاع ولكن عطينا قياس ضلع واحد وقياس زاويتين. القياس ديال الضلع ا بي هو 4 سنتيمتر، القياس ديال الزاويه بي ا سي هو 65 درجه، القياس ديال الزاويه ا بي سي 40 درجه. اذا الشريط ديال الانشاء هو هذا اللي غادي نتبعو، نبدا من المرحله الاولى.
اول حاجه غادي نرسم هذا الضلع هذا اللي القياس ديالو 4 سنتيمتر. اذا غادي نمشي ندير 4 سنتيمتر هنا باش ندير النقطه بي، يعني هنايا 4 سنتيمتر، وكندير واحد الخط ما ترسمش مزيان. اذا هنايا عندي النقطه بي. الان عندنا هنايا في المرحله الثانيه عندي قياس الزاويه بي ا سي، يعني هذه الزاويه هذه القياس ديالها 65 درجه. اذا حنايا ايضا غادي ناخذ المنقاله، غادي ناخذ المنقاله وغادي نوضع المركز ديال المنقاله، غادي نوضعه مع الراس ديال الزاويه بحال هكذايا. وهاد التدريجه اللي فيها صفر خصها تكون غاديه مع الضلع ديال الزاويه، التدريجه اللي فيها صفر غتكون غاديه لي مع الضلع ديال الزاويه. وغادي نرسم نشوف 65 درجه. دابا غادي نمشي فين الضلع ديال الزاويه راه كاين هنايا مع التدريجه اللي فيها صفر، هي هادي، ما غاديش مع التدريجه مع الصفر اللي من الجهه الاخرى، غادي لي مع هادي، يعني ما غاديش نحسب من الجهه الاخرى من الصفر الاخر، ولكن غادي نحسب من الصفر هنايا. اذا عندي هنا 0 10 20 30 40 50 60، عندي 65، 65 اللي هي جايه هنا. اذا هنايا 65، اذا اما هذه اللي هنايا هاد نفسها بحال هنايا بحال هنا 65، غادي ندير واحد النقطه هنا بحال هكذايا، درنا نقطه هنايا هي هذه 65 درجه. ولكن انا ماشي ضروري انني نوصل لهاد النقطه هذه، غادي ندير غير هذيك المسطره كتمر من ديك النقطه، كندير هنايا ا وهنايا ندير هذيك النقطه، يعني كتمر من ديك النقطه، ماشي ضروري نوصل، يعني غير غادي ندير غير واحد الخط بحال هكذايا بحال هكذا، يعني لانني ما باغياش انا نوصل حتى لهنايا، غادي ندير غير هنايا نوصلو كاع حد هنايا وصافي. ثم هنايا عندي الزاويه سي بي ا القياس ديالها 40 درجه، 40 درجة. اذا هي هذه المرحلة الثالثة، يعني انني كنوضع المنقلة، يعني المركز ديال المنقلة غادي نوضعو في الرأس اللي هو بي، لان عندي الرأس ديال الزاوية هنايا هو بي، دائما كنشوف الرأس ديال الزاوية وكنوضع معاه المركز ديال المنقلة بحال هكذا. وهاد التدريجة هذه اللي فيها صفر دائما تكون غادية لي مع الضلع، تكون غادي لي مع الضلع، هاد التدريجه هادي اللي فيها صفر تكون غادي لي مع الضلع. اذا دابا منين غادي نحسب؟ واش من هنايا اولا غادي نحسب من هنايا؟ بطبيعه الحال غادي نحسبه من هنايا، من هاد الصفر هذا اللي هنايا. اذا عندنا شحال عندنا 40 درجه، 40 درجه غادي ندير 0 10 20 30 40، هنايا جاياني 40، غادي نجي هنا هنا وغادي ندير نقطه هنا، هنا نقطه. الان غادي ناخذ المسطره وغادي ندير واحد الخط هنا، خصني ندير هذاك الخط، يعني كندير هنا ما بين بي وهذيك المسطره خصها تكون كتمر ليا من هاد النقطه هذه، يعني هذاك الخط كيمر لي من هنايا، نقدروا نمشيو حتى داك الخط، ولكن غادي نشوفوا التقاطع ديال هاد الخطين اللي رسمنا. هذه هي النقطه سي، اذا هذه هي النقطه سي. اذا هنا عندي 4 سنتيمتر، وهنايا عندنا 40 درجه، وهنا عندنا 65 درجه. هنايا كذلك كانت عندنا 4 ديال السنتيمتر، الا بغينا نديرو القياسات هنا كانت عندنا سنتيمتران، وهنا كانت عندنا 3 سنتيمتر، الا بغينا نديرو القياسات ديال الاضلاع. نمر الى التمرين الثاني. التمرين الثاني ألاحظ شكل جانبه، إذن الشكل هو هذا، الشكل هو هذا أش، يعني هذه أ وهذه أش، يعني هذا الخط هذا أش يسمى ارتفاع المثلث أ بي سي، المثلث أ هذا المثلث أ بي سي، هذا هو المثلث أ بي سي هو هذا. إذن أش هذا يسمى ارتفاع المثلث أ بي سي الموافق للضلع بي سي، الضلع بي سي هو هذا، وهذا الضلع بي سي، عندي المثلث عنده ثلاثة الأضلاع، الضلع أ بي، الضلع أ سي، الضلع بي سي. شنو كنعنيو بارتفاع المثلث؟
الموافق للضلع ب سي، يعني انني كنجي لهذاك المثلث هذاك الضلع ب سي هو هذا. اذا كنجي وكندير واحد الخط اللي هو كيكون عمودي على الضلع ب سي، لان عندي هنايا عمودي على الضلع ب سي، وكيكون يمر من الراس الثالث، لان هنايا عندي راسان ديال المثلث، راس ثالث اللي هو ا. اذا كندير واحد الخط اللي هو يمر من هذا الراس ا وعمودي على بي سي، عمودي على بي سي. اذا هذا كيتسمى ارتفاع، هذا ا هذا كيتسمى الارتفاع. ضروري انه يكون كيكون ليا زاويه قائمه عاد باش مع هذا الضلع هذا، باش عاد يمكن لي نسميه ارتفاع. لان دابا فهمنا المعنى ديال الارتفاع، يعني ا اش هذا ارتفاع للمثلث ا بي سي، هو موافق للضلع بي سي، يعني انه عمودي على الضلع بي سي. الف انشئ الارتفاع بي جي الموافق للضلع ا دي في المثلث ا بي دي. فين هو المثلث ا بي دي؟ هو هذا، ها ا ها بي وها دي. اذا هو هذا المثلث A B D. إذا هنا خصني ندير الموافق للضلع AD، يعني أنه غادي يكون عمودي على الضلع AD، عمودي على الضلع AD. إذا كان عمودي على الضلع AD خصو يكون يمر من النقطة B. إذا غادي نجي ناخذ الكوس طبيعة الحال، وغادي ندير يعني غادي نشد هذيك القاعدة ديال الكوس، يعني ديك الجهة الصغيرة ديال الكوس، وكنديرها مع الضلع مع الضلع AD، يعني الموافق للضلع AD اللي هو هذا. وهنايا كيكون يمر من النقطه B، ضروري انه يمر، ماشي غير نجي ندير هنايا ونقول هذا راه ارتفاع، لا هنا هذا راه ماشي ارتفاع. الا درت بحال هكايا راه ما غاديش يكون عندي ارتفاع، مثلا درت هكايا راه ماشي ارتفاع، ماشي غير عمودي وصافي. عمودي وخصو يدوز من هذاك الراس الثالث، لان ها راسا عندي هنايا راس الثالث هو هذا، ضروري انه يمر من النقطه B. الا ما دازليش من النقطه B راه ماشي ارتفاع. وكنرسم هذا الخط هذا وغادي نكملو. اذا هذا هو بي جي، يعني هاد النقطه هادي غادي نسميوها جي. وهنايا راه عندي زاويه قائمه، يعني هذا هو الارتفاع بي جي الموافق للضلع ا دي في المثلث ا بي دي. الان ب، ما هو الارتفاع الموافق للضلع سي او في المثلث ا سي او؟ نشوفوا المثلث ا سي او فين هو، ها ا ها سي ها او، وهذا المثلث ا سي او. اذا الارتفاع الموافق للضلع سي او فين هو؟ الضلع سي او هو هذا، الضلع سي او هذا، الضلع سي او هو هذا. يعني ان هذا الارتفاع هذا خصو يكون عمودي على هذا الضلع سي او، وخصو يكون كيمر من النقطه ا. ايوا كيفاش غادي نديرو لها يكون عمودي على سي او ويمر من النقطه ا؟ الا درت له هكذايا مثلا، غادي نجي ندير مثلا هكذايا، واش هذا ارتفاع؟ لا ماشي ارتفاع، ضروري انه خصو يكون كيمر من الراس الثالث، لان المثلث عنده ثلاثه الرؤوس، ها سي ها راس وها راس، ها سي وها او. فين هو الراس الثالث؟ هو هذا. اذا الا درتو عمودي على هذا خصو يكون يمر من الراس الثالث، ولكن انا الراس الثالث عندي هنايا، اذا ماشي ضروري ان الارتفاع يكون داخل المثلث، يقدر يكون الارتفاع يعني خارج المثلث هنايا، لان هذا الضلع سي او، يعني هنايا كنهضروا على، نقدروا نهضروا على المستقيم سي او. اذا هو هذا نفسه، هو هذا اللي عمودي على هذا، لان هذا المستقيم سي او هو هذا سي او. اذا هذا مستقيم سي او، او كنسميوه اش سي، او يعني كيف ما سميناه. اذا هو هذا نفسه، هذا ا اش هذا راه هو الارتفاع الموافق للضلع سي او، يعني وديال المثلث ا سي او. اذا هو هذا ا اش، لان ما يمكنليش ندير له هكذايا، ضروري ان خصني ندير هكذا صافي. اذا هنايا ما هو الارتفاع الموافق للضلع سي او في المثلث ا سي او؟ اذا هو ا اش، الارتفاع هو ا اش. الان جيم، انشئ في دفتري مثلثا ا بي سي ارتفاعه 2 سنتيمتر. اذا غادي نشوفو، ناخذ واحد الورقه مثلا وغادي نرسم هنا، ما عاطينيش شي قياسات محدده ديال الاضلاع، فقط خص يكون الشرط الوحيد هو ان الارتفاع يكون 2 سنتيمتر. اذا حنا غادي نرسمو، نديرو القياسات اللي بغينا، يعني مثلا غادي نجي ندير مثلا واحد القياس معين، نرسم واحد الضلع كيف ما كان، نرسم واحد الضلع مثلا بحال هكذايا، هذا ضلع
مثلا غادي نسمي هذه A وهذه النقطة B، يعني القياس اللي بغينا نديره. الشرط الوحيد هو أن الارتفاع يكون هو 2 سنتيمتر. شنو كيعني لي الارتفاع؟ هو داك الخط العمودي على هذا الضلع هذا، واللي كيكون كيمر من الرأس الثالث، اللي كيكون كيمر من الرأس الثالث. إذا فين ما درنا عمودي مثلا، نقدر نجي نديرو هنايا عمودي هكذا، وغادي يكون عندي مثلا ونحسب 2 سنتيمتر، وغادي يجي عندي الرأس هو هنايا. نقدر نزيدو لهنايا مثلا بحال هكذايا، غير المهم أنني خصني نحسب 2 سنتيمتر. نقدر نزيدو لهنايا فين ما زيدتو، المهم أنني ندير 2 سنتيمتر. إذا غادي نرسم واحد مثلا، غادي نجي لهنا هنا وندير واحد المستقيم عمودي بحال هكذا، وغادي نجي غادي نحسب فقط 2 سنتيمتر، وندير واحد النقطة. إذن 2 سنتيمتر جاتنا نيشان هي 2 سنتيمتر، لا هادي راها 2.5. إذن 2 سنتيمتر غادي نحسب حد هنا، جياني حد هنايا، يعني هذا هو الرأس الثالث اللي خصو يكون، خصو يكون عندي هنايا الرأس الثالث. وغادي نربط بطبيعة الحال، إذا هنايا راه عندي زاوية قائمة. ممكن أنكم ديروا هذاك المستقيم العمودي هنا، ممكن أنكم ديروا المستقيم العمودي هنايا. وغادي نجي غادي نربط هذا A، إذا هذه هي غادي تكون هي النقطة C. غادي نربط هذه مع هذه مع C، وأيضا B حتى هي غادي نربطوها مع C. وهذا الارتفاع ممكن اننا نسميوه سي، نسمي هذه النقطه اش. اذا هذا كيتسمى الارتفاع سي اش، هذا هو الارتفاع سي اش، يعني يمر من الراس الثالث وعمودي على ضلع افي. اذا هذا الارتفاع هذا يسمى الارتفاع سي اش الموافق للضلع افي، يعني العمودي على الضلع افي. اذا هذا الارتفاع سي اش الموافق للضلع افي، ونقدروا نكتبوا الارتفاع، يعني للتوضيح اكثر، الموافق الارتفاع سي اش الموافق للضلع ابي، يعني العمودي على الضلع ابي، الموافق للضلع ابي. نمر الى التمرين الموالي، التمرين رقم 3. ولاحظوا المثلث ا بي سي، جانبه ا بي سي. احسبوا قياس كل زاوية باستعمال المنقلة. اذا غادي ناخذ المنقلة وغادي نشوف القياس ديال الزوايا بثلاثة. مثلا نبداو بالزاوية سي. اذا باش تكون عندنا يعني القياس اكثر دقة، من الاحسن انني غادي نجي ونمدد هاد الضلع هذا بحال هكذايا، نديرو بحال هكذا، يعني باش كيعطيني، اولا كندير بالمسطرة اللي بغينا. اذا هذا كنمددوها هكذايا. اذا غادي نجي بحال دابا مثلا نشوف القياس ديال الزاويه، نبداو بالزاويه بي سي ا، يعني الراس هنايا هو سي، هو هذا بي سي ا. اذا دائما كنشوف هاد الشابو هذا فوق السي، اذا السي هو الراس، هو اللي غادي نحط فوق منه هاد المركز ديال المنقاله بحال هكذا. و التدريجة اللي فيها صفر، يعني هاد التدريجة هادي اللي فيها صفر خاصها تكون غادية عندي مع الخط، مع الضلع، خاصها تكون عندي مع الضلع. إذا هنايا صفر، والتدريجة اللي فيها صفر خاصها تكون غادية عندي مع الضلع بحال هكذايا، هي غادية مع الضلع. كنشوف دابا الضلع الآخر، يعني التدريجة اللي غادي يشير ليها هنايا، إما أنكم كديروها بالمسطرة، أولا راه حنايا مددنا، يعني راه باينة لينا هنايا القياس شحال غادي. كنمشي من هنايا الضلع غادي هذا، إذا غادي نمشي مع هاد الصفر اللي من هاد الجهة، ماشي هاد الصفر اللي هنايا، غادي نمشيو من هاد الصفر اللي هنا. إذا عندنا هنا صفر، هنايا 10، بلاتي إذا هنايا عندنا صفر، كنمشي من هاد الصفر هذا، صفر 10 20 30. إذا هنايا عندنا 35 هنا، وعندي واحد التدريجة حداها صغيرة، يعني 36. هي باينة راها هنايا 35، والتدريجة اللي حداها 36 درجة. إذا القياس ديال الزاوية بي سي أ هو 36، وندير الدرجة 36 درجة.
الآن الزاوية ABC، شوفوا هنا الشابو فوق كاين فوق B، يعني هنا هذه هي الزاوية اللي غادي نقيسها، هي هذه هاد الزاوية الحمراء هذه. يعني غادي ناخد المركز ديال المنقلة يكون مع الرأس B، وهنايا هاد التدريجة اللي فيها صفر تكون غادية ليا مع الضلع، بحال هكذا بحال هكذا مع الضلع. وبطبيعة الحال غادي نحسب من هاد التدريجة صفر هادي، ماشي من التدريجة الأخرى، غادي نحسب من هاد التدريجة هادي، لأن الزاوية ها فين غادية، من هنا لهنايا، غادي نحسب من هنا لهنايا، من صفر لهنايا. غادي نشوفو هنايا عندي صفر، هنا 10 20 30 40 50، ما كاملاش 60، إذا هنايا غير حد هنايا ها 60 هنايا، هي قبل من 60 بتدريجة واحدة، يعني 59 درجة، 59 درجة، ABC 59 درجة. الآن الزاوية BAC، BAC شوفوا الشابو فوق كاين فوق A، إذا غادي نديرو المركز ديال المنقلة مع رأس A. غادي نجي لهنا، يعني هنا مع الرأس A، وبطبيعة الحال غادي نزيد هنا شوية باش يبان لنا هاد الضلع الآخر، يعني هنا كندير مع الرأس A، وهاد الضلع هذا خصو يكون غادي عندي هنا مع مع التدريجة اللي فيها صفر، بلاتي غادي نزيد شوية الفوق هنا، مع التدريجة اللي فيها صفر هنايا هكذايا كنقدوها بالمسطره باش كتبان لينا مزيان هكذا، مع التدريجه اللي فيها صفر هنا بحال هكذايا. وهنا من الاحسن انني غادي نزيد نطول هذا الضلع هذا هنا باش يبان ليا هذا، غادي نزيد نطوله من هنا باش يكون عندي يعني القياس اكثر دقه، اولا نقدروا نستعملوا المسطره كما قلنا. اذا غادي نمشي نديرو بحال هكذايا، نقدو هاد التدريجة اللي فيها صفر، نقدوها هكايا بالمسطرة، يعني باش يكون عندي القياس دقيق أكثر، كنقدوها بالمسطرة بحال هكدايا، هي مقادة، يعني ما غادية مع التدريجة اللي فيها صفر، الضلع غادي مع التدريجة اللي فيها صفر. دابا غادي نشوف الضلع الآخر أش من تدريجة كيشير ليها، بطبيعة الحال منين غادي نمشيو من هاد التدريجة هادي الصفر الفوقاني هادو، كنمشيو مع هادوك التدريجات الفوقانيين، إذا عندي 0 10 20 30 40 50، هنا 60، هنا 70، هنايا 80، وهنايا عندي هنايا هاد التدريجة اللي فيها 85، وهادي 90، راه مازال ما وصلناش لـ90، عندي هنا 85، هنايا 80، وهادي 85 درجة، إذا غادي نكتب 85 درجة. عفوا كتب 58، إذا غادي نكتب 85 درجة. الآن أحسب القياس ديال الزاوية ABC زائد القياس ديال الزاوية BAC زائد القياس ديال الزاوية BCA، إذا غادي نحسبوهم في ورقة. القياس ديال الزاوية ABC هو 59، كيف ما شفنا بأن المجموع ديال القياسات ديال الزوايا ديال المثلث خصو يكون 180، يعني شفناها في دروس سابقة، يعني في الدرس السابق شفنا بأن المجموع القياسات ديال الزوايا، يعني شفناها في الدرس ديال الزوايا، المجموع القياسات ديال الزوايا ديال المثلث خصو يكون 180 درجة. إذا عندي 59 في الزاوية ABC، الزاوية BAC 85، ثم الزاوية BCA اللي هي 36 درجة، وغادي نجمعوهم، 9 زائد 5 14، 14 زائد 6 20، كنكتب الصفر وكنحتفظ بالاثنان، 2 زائد 5 7 زائد 8 15 زائد 3 18، إذا هي 180 درجة. إذا المجموع ديال القياسات هو 180 درجة. ماذا استنتج؟ بطبيعة الحال كنستنتج بأن مجموع قياسات زوايا مثلث، أي مثلث كيف ما كان، كيف ما بغى يكون هذا المثلث، هذا المجموع ديال القياسات ديال الزوايا ديالو كيكون هو 180 درجة، هو
180 درجة. كيف ما بغى يكون هذا المثلث هذا وكيف ما بغى يكونوا القياسات ديال الأضلاع ديالو وديال الزوايا ديالو كيف ما بغى يكونوا في المجموع ديالهم كاملين بثلاثة بهم كنلقاو 180 درجة. إذن هكذا كنكونوا سالينا الصفحة رقم 38. إلى حصة المقبلة إن شاء الله. شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء.